بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أعراض كثيرة للموت تحدث أثناء الموت. عندما درس العلماء هذه الظاهرة المخيفة والعجيبة جدا، ظاهرة الموت التي لم يجدوا تفسيرا لها حتى الآن، وجدوا أن الإنسان عندما يموت يتعرض لحالات أو لأعراض مثل الهذيان أحيانا، والتشويش في الذاكرة، وجفاف في الفم، وتحدث لديه أيضا يعني عمليات اضطرابات في الدماغ، و يعني أشياء كثيرة تحدث لهذا الميت لحظة الموت. سبحان الله، نفس هذه الأعراض تحدث عندما يشرب الإنسان كمية كبيرة من الخمر أو من المسكرات، فإن الدماغ يبدأ يعني يشوش، الذاكرة تشوش، يحدث إعياء وتعب ورغبة بالإقياء أحيانا، وتحدث ظواهر أخرى تشبه أعراض الموت. سبحان الله، هذه الظواهر أيها الأحبة يعني شيء غريب أن القرآن أشار إليها. قال تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تأملوا معي، سماها سكرة لماذا؟ لأن الأعراض بالفعل تشبه أعراض السكر الشديد. سبحان الله، من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن للموت سكرات؟ ألا تشهد هذه الآية على صدق هذا النبي وصدق رسالة الإسلام؟ والحمد لله رب العالمين.